قليلة كتفصل تلاميذ البكالوريا لاجتياز الامتحان لهاد السنة، فبداو كيستعدوا وكيراجعوا دروسهم بطريقتهم الخاصة. كنجي انا والاصدقاء ديالي باش نتعاونوا على البكالوريا، كل واحد يفيد الاخر في لا على المستوى المادة الفيزياء ولا الرياضيات ولا العلوم حياة الارض، المهم كل واحد يفيد واحد باش ان شاء الله نجيبو نفضلوا نخدموا مجموعين باش كل واحد يستافد من الاخر، كل واحد يكمل الاخر، كل واحد عنده معلومات يوصل للاخر باش نستافدوا كلنا. كنجيو هنا المكتبه باش كان واحد كيكمل الاخر وواحد كيشرح الاخر. البكالوريا ما بقى لها والو، كنتمنى يكون خير ان شاء الله. نجيو هنايا كنستعدوا للبكالوريا حيت عندنا ان شاء الله نهار الثلاث، وحنا زعما من بديت العام حنا كنجيو لهاد المكتبه كنكملوا بعضياتنا، كل واحد كيعطي الراي ديالو. مزيانين واخا هكاك، مزيانين واخا ما كاين واخا كاين شويه ستريس وداكشي، ولكن داكشي في صالحنا. مزيان كنستعدوا في رمضان وداكشي، ما كاين واحد زعما ما كاين والو في النهار، كاين غير القرايه ولا شي حاجه، ما كنت كونسونطرا غير مع القرايه صافي. وان شاء الله نجيبوا شي نقطه في المستوى داكشي زعما اللي درناه نحصدوا. لا ضروري كتبريباري مع شي واحد، حيت كتبغي شي واحد يشرح ليك، كتبغي شي واحد الا فهمتي شي حاجه يصححها ليك ولا تصحيها ليه. سيرتو هنا كاين الكالم، كاين الكالم ما كاينش الصداع. الا بغيتي شي حاجه كتقدري تدوري عند لي زامي الاخرين، تقدري تسوليهم. بالنسبه للالتزام، تلاميذ عجبتهم الفكره وكيشوفوا انها لصالحهم باش النقاط يتفرقوا على حساب اللي كيستحقها. هذاك الالتزام قال لك زعما على محاوله الغش، لا حصلوا عندك اي جهاز الكتروني او ورقه او شي حاجه راه غادي تعرض العقوبات الساريه في ديك الورقه. هو الصراحه الصالح ديالنا حيت كل واحد يفيد راسو، ما كاين لا غش لا حتى شي حاجه، زعما يفيد كلشي. اهل صالحنا حيت الباك كل واحد ياخذو عن جداره واستحقاق، ممنوع الغش، ما هذا الهاتف ممنوع. صافي اللي غش حاول يغش راه غنتعرضوا للعقوبات. واخيرا التلاميذ همهم الوحيد هو التفكير في امتحان البكالوريا اللي كيتمنوا انه يجتازوه في احسن ظروف، وهدفهم هو الحصول على الشهاده بنقاط مرضيه.